شهد مقر تعاونية المعدن الفلاحية الكائني بضواحي مدينة تارودانت تنظيم لقاء تواصلي مع فلاح المنطقة، لقاء أشرفت على تنظيمه شركة إيكوفيرتيل المتخصصة في صناعة الكومبوست منذ 23 سنة، وهي أول شركة تنتج هذه المادة بالمغرب. الكومبوست شو هو؟ الكومبوست كناخدو المازيد وكنحولو وكنخدمو وكنطلعو الحرارة ديالو خدمتنا. الشركة تنشأت في عام 1996، كانوا الأولين اللي بداو في إنتاج الكومبوست اللي هي مواد عضوية للتربة اللي كتحسن بنية التربة، وهي كتكمل سان بروغرام كومبليمونتير لي بروغرام دو فيرتيليزاسيون، دونك اي لي كومبليمونتير على فيرتيليزاسيون، وكتجيب لي ميكرو اورغانيزم ولي زوليغو اليمون لي بلانت باش تكون لا كاليتي ديال البرودوي طالعه ويكون المنتوج احسن. واللقاء اليوم هو لقاء تحسيس الفلاحه لي مولفين كيستعملوا الغبار كيجيب لهم الربيع وكيجيب لهم الامراض، دونك حنا عندنا الغبار كنخدموه كنطلعوا له درجه الحراره باش السلبيات ديالو كلهم كيمشيو كيبقاو غير المنفعه اللي كتبقى فيه، باش نسهلوا الخدمه الفلاح ملي بغي يستعملوا التربه ويبغي يستعملوا النباتات. دونك حنا جبنا ليهم واحد الكومبوست بغيناهم يفهموه ويفهموا المنفعه ديالو مقارنه مع الغبار الكلاسيكي ومع لي زوتر كومبوست اللي كاينين في السوق اليوم. برنامج هذا اللقاء عرف تقديم عرض حول القيمة المضافة المحصل عليها من خلال استعمال الكومبوست على التربة والنباتات. العرض قدمه باحث وخبير في مجال المواد الزراعية العضوية بسويسرا. Je suis ici pour conseiller et pour aider les producteurs de compost. Et le but de mon intervention ici est aussi d'expliquer aux producteurs que le compost a d'autres valeurs que seulement une valeur fertilisante. Un bon compost, un compost de qualité, il permet aussi d'améliorer la fertilité du sol, d'améliorer la structure du sol, d'améliorer la rétention en eau du sol et surtout aussi il permet de protéger les plantes contre les maladies liées au sol. Et ça c'est un point très important que souvent les gens ne se connaissent pas. Et c'est ça là que je vais expliquer aujourd'hui. Les points principaux, c'est premièrement l'amélioration de la structure du sol, diminution de l'érosion. Tout ça, on l'obtient avec un compost de qualité. Et le deuxième point très important, c'est l'amélioration de la santé des plantes. Le compost amène des micro-organismes dans le sol qui permettent de protéger les plantes contre les maladies. Et ainsi, les plantes elles sont plus saines. Donc l'agriculteur, il ne reçoit pas seulement des éléments fertilisants, mais il reçoit aussi quelque chose qui permet une meilleure production de plantes plus saines. موضوع المداخلة الثانية التي عرضت بالمناسبة كان حول تأثير المادة العضوية أي الكومبوست على خصوبة التربة. هذا العرض قدمه باحث مغربي وخبير زراعي في مجال التسميد العضوي المستدام للخضروات البيولوجية. المادة العضوية اللي كنديروها في الأرض على شكل الكومبوست أو الغبار، بالخصوص الكومبوست لأن الكومبوست أحسن بكثير من الغبار. الكومبوست ملي كنديروه في الارض عنده واحد التاثير على الخصوبه الكيميائيه وعنده تاثير على الخصوبه البيولوجيه وكذلك على الخصوبه الفيزيائيه ديال التربه، وهاد الثلاثه ديال المحاور ديال الخصوبه هي اللي خصنا نردوا لها البال، بالخصوص الخصوبه البيولوجيه لان الخصوبه البيولوجيه هي اللي كتحكم لنا في الخصوبه الفيزيائيه وبالخصوص في الخصوبه الكيميائيه. سنعرفوا عاوتاني بانه الكومبوست عنده واحد التاثير على الامراض الفطريه والبكتيريه بصفه عامه اللي كتكون في التربه. اذا ملي كنزيدوا الكومبوست كنضمنوا بانه واحد المجموعه ديال الامراض او ديال الطفيليات كنقصوا منها بالاضافه ديال هذا الكومبوست. يعني عندنا الكومبوست فاش كنديروا كنحققوا به هدفين كبار، الرفع من الخصوبه ديال التربه المحاور ديالها بثلاثه، وكذلك الوقايه من الطفيليات اللي كتجينا من الارض. وهذا بطبيعه الحال هذا الشيء البحوث وصلوا فيه الدول الغربيه لواحد المستوى اللي هو عالي، وكذلك في المغرب عندنا بحوث ان شاء الله اليوم غادي يكون عندنا عرض على هذه النتائج اللي وصلنا لها لحد الان في المعهد الوطني للبحث الزراعي في البرنامج ديال البحوث في الزراعه البيولوجيه بالمعهد الوطني. هذا البرودوي ايكو فيرتيل محتاجين الفلاحه بزاف، خص غير الطريقه باش يوصل ليهم حتى ينجح ويبان. كاين ان كرون بزوان، كاين ان كرون بزوان عند الفلاحه، لا في البنان لا في ماطيشه لا في
الزراعات الموسمية لا في الحواميد، والمنطقة كتعرف واحد الندرة ديال المياه. هاد البرودوي هذا من بين المزايا ديالو كيقتصد لنا الماء، كيحتفظ على الماء في التراب. عاد القضية ديال الصحة ديال الأرض، يعني الأمراض اللي كيجيبها الغبار والأمازيغ. الأهمية ديال هاد البرودوي في الاستدامة ديال الفلاحة ككل في جميع الأصناف، لا الموسمية لا الصيفية لا ديال البرة لا ديال لاسير، وهو أنه كنربحو الجودة. الفلاح ملي كيربح في الجودة في الإكسبور في المارشي لوكال، يعني ما عنده إلا يمشي مع داك البرودوي يستعملو. دونك هاد البرودوي هذا غادي يحيد لنا مشكل كبير اللي كاين ديال نقص الماء، غيساهم بواحد النسبة مهمة، واحد 10-15% تقنيا في الأمراض. الأمراض كاين أمراض اللي ما كتخليش بعد الزراعات تستعملوا، بخصوص استعمال 50% ديال هذا البرودوي بارابور للفيمي أوفين ولا بوفين، كيربح في الجودة، كيربح في الكمية ديال المادة العضوية اللي كتبقى ليه في التراب. إلا دار الغبار في العام كتمشي، ولكن في هذا البرودوي هذا المادة العضوية كتبقى العام للعام وكتزيد. سو كيفي من هنا 4 سنين 5 سنين يمكن غادي ينقص في الصير، والأرض اللي كتكون عيانة كديرها البرودوي 4 سنين 5 سنين كتحيا.